طيب بعد ما يعني عملنا سيت اب للمونجو دي بي وشغلناها، عايزين نعمل عليها كونكت من الايه، من النود جي اس، هسميه كونكت جي اس او كريت كونكت او كرييت الدي بي. طبعا هو كده كده ما بيكريتش غير لما يتحط حاجه جوه الداتابيز يعني، فكونكت وكريت الداتابيز هشيل منها كل الكلام الجميل ده، خلي بس الايه كريت سيرفر بتاعتنا زي ما هي. طبعا عشان نعرف نربط النود جي اس بالمونجو، طبعا ده برنامج وده برنامج مختلف تماما، فلازم يبقى في وسيط بالنسبه لنا اللي هو اللي بيخلي يعني ده اكن المونجو بيتكلم حاجه والنود بيتكلم حاجه، فانت لازم تجيب حاجه في النص بينهم هما الاثنين تخليهم يقدروا يعملوا كونكشن ما بينهم وما بين بعض، يكلموا بعض يعني زي ما يكون انت وصاحبك وعايزين تكلموا بعض، فهيبقى وسيله الاتصال ما بينهم الداتابيز ما بينكم التليفون مثلا. فبالنسبه لي بقى النود عشان يكلم المونجو فهيبقى مثلا وسيله الاتصال بتاعتنا حاجه اسمها كونكتور. عشان سيت اب الكونكتور بقى عشان المونجو يقدر يشتغل عليه، بنسطبه ازاي؟ من خلال حاجه اسمها NPM. NPM اللي هي نود باكج مانجر. النود باكج مانجر مهمه جدا، كل مهمتها حاجتين اساسيتين يعني، هقول لكم ايه هما الحاجتين الاساسيتين دول. الاول حاجه طبعا هو في اونلاين ريبوزيتوري، في مستودع كبير جدا اونلاين في النود جي اس، تقدر من خلاله انك تسيرش على كل الحاجات اللي بتنزل على النود جديده. يعني لو دخلنا مثلا على اليو ار ال كده وعملنا سيرش دوت نود جي اس دوت اورج، يعني الموقع بس حطيت قبليه، هو الموقع النود جي اس بس حطيت قبليه سيرش، ما عبرنيش ماشي. اوكي سيرش اورج ما جابنيش. طيب كنت عايز اقول لكم بس ازاي بسيرش على الحاجات اللي معمول لها او الموجوده، الباكجز اللي موجوده مش مشكله، لكن لو انا عايز اشوف الام بي ام ده موجود عندي ولا لا، فممكن اقول له ام بي ام داش داش فيرجن عشان يطلع لي الفيرجن بتاع النود لو شايفه. هو قال لي 5.6، طبعا ما يفرقش، مش عايز اقول الفيرجن اي فيرجن، المهم يعني عمل الفيرجن خلاص ما فيهوش مشكله وموجود يعني الام بي ام شايف. فاقول له ان بي ام سبيس وبعد السبيس بكتب انستول، وبعد انستول بقول بقى الباكج اللي انا عايز ايه، اللي انا عاوز اداونلودها عشان اقدر اشتغل. احنا محتاجين المونجو دي بي درايفر. المونجو دي بي درايفر اسمه مونجو دي بي على طول كده، مون جو دي بي. طبعا ده نوع من انواع، في كونكتورز مختلفه او درايفرز مختلفه تقدر تخليك تكونكت على المونجو دي بي زي مونجوز وكده. على حسب اللي احنا هنشتغل، احنا هنشتغل بمونجو دي بي دلوقتي، ممكن نبقى نشتغل مونجوز في اي حاجه ثانيه مش مشكله او في وقت ثاني. المفروض ان الوقت لما ادوس انتر هو هيحاول ايه يسيت اب المونجو دي بي درايفر دوت من على الانترنت. طبعا هو اهم حاجه عندي ان هو بيسيت اب ما يطلعش في ايرور، هو طلع بس ورننج مفيش مشكله. قال لك انا شويه حاجات كده شويه داتا رماها لي مش مشكله، ما عندوش مشكله خلاص. المهم ان هو قال الثمانيه باكجز وكله تمام ومفيش عنده مشكله، وقال المونجو 3.4 مش مشكله كده. انا عملت انستول لمين؟ للمونجو دي بي ككونكتور. ده بينزل باكج يا شباب، بينزل. الفكره كلها ان انا بنزلت فقط لغير باكج خلاص. طبعا الان بي ام برضو هو كوماند لاين زي ما احنا شفنا، بنكتب فيه شويه اوامر عشان نقدر نستور الباكجز والكلام ده كله، ونمانج الفيرجنز بتاعت الديبندنسز او الباكجز اللي احنا الابلكيشن بتاعنا بيعتمد عليها. ماشي؟ طيب اي موديول بقى؟ اي موديول خلاص. وبرده بيدينا ان احنا نستدعيها، انا كده نزلتها ماشي، استدعيها ازاي؟ بكل بساطه انا عارفين ان احنا بنجي نعمل فار ومثلا بنسميه مونجو، هو مستدعي بقى اللي احنا عملناه. يعني هقول له ريكوايرد عادي جدا، ريكواير، واقوم قايل له اسم الباكج بتاعتي. اسم الباكج بتاعتنا اللي احنا عايزين نربط بيها المره دي اللي هي بتاعت المونجو يعني، بتنزل اسمها مونجو دي بي كده. كده انا استدعيت الباكج اللي انا عملت لها ايه؟
اللي انا عملتها انستول، انا نزلت مونجو دي بي واستدعيت الايه المونجو دي بي وخلاص انتهت القضيه على كده. كده انا عملت انستول الدرايفر وعملت له كولينج ومفيش مشكله عندي من خلال الام بي ام. ماشي، من خلال مين؟ الان بي ام. طبعا يعني مش محتاج اطول قوي في الام بي ام. طبعا لو انا عايز داونلود بشكل عام بعمل نفس الكلام دوت، او مثلا يعني تنزل على السيرفر ذات نفسه واقول ده جي جنرال يعني للاستخدامات مش جوه البروجكت بس، جوه اي حاجه يعني شويه معلومات عامه. طب لو انا عايز اعمل انستول بكتب بس انستول، فكده معناه ان انا بشيل على طول وبحط الحاجه بعديها. تمام، عايز اعمل ابديت عشان احدث فيرجن جديد بشيل كلمه انستول وبعمل ابديت، فخلاص كده ام بي ام داش مسافه ابديت مسافه موجود بيه فيحدث لي اخر فيرجن. ممكن اعمل سيرش بدل السيرش اللي ما اشتغلتش معانا دي، ما اعرفش اشتغلنا معانا ولا لا، عشان عملناها على الويب سايت ما ظبطتش معانا الاداء. هنا ظبطت معانا الاداء اهو، وقال لي في عندك مونجو دي بي وفي عندك مش عارف، انا مش شايف كويس فمعلش بس غامقه حبتين. اهو طلع لي الداتا اهي، ومطلع لي مونجو دي بي، مونجو دي بي كور ومونجوز اللي اتكلمنا عنها من شويه وحاجات تانية كتير طبعا كلها اللي فيها كلمه مونجو دي بي تكون موجوده، اكستنشن وكيو والباك اب والمش عارف ايه، جاب لي كل الباكجز اللي موجوده جوه الام دي ام اللي فيها كلمه ايه، اللي فيها كلمه مونجو دي بي. دي برده من اهم الحاجات اللي احنا ممكن نكون عايزينها. طبعا ممكن طبعا نعمل موديولز ونسيت اب الموديول بتاعتنا وكلام زي كده، بس احنا بس كانت فكرتنا ان احنا عايزين نكونكت في الاساس او نكريب بقى الداتابيز بتاعتنا وكلام زي كده. بس احنا بصينا بس على الام بي ام وزي ننزل المونجو دي بي درايفر.